السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة تجديد الشباك أو الباب أو النجارة بشكل عام، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. دي الخامات اللي احنا هنستخدمها، هنحتاج سينيتون وهنحتاج لاكيه أبيض وهنحتاج نفض رومي. اول حاجة هنبتدي نعملها في تجديد الشباك او الباب او النجارة بشكل عام. لو فيها تكسير او تقشير من الشمس او من مية النطرة، هنبتدي ان احنا نشيل التقشير ده. هننضف الشباك كويس جدا وبعد كده نصنفره، وبعد كده هنبتدي ندهنه وش سينيتون. وبعد ما نضفنا الشباك من التكسير والروايش اللي كانت فيه، هنبتدي ندهنه سينيتون. هنبتدي ندهن الشباك سينيتون. طبعا لما نيجي ندهن الريش بتاعت الشيش لازم تكون تحت، مش زي الريش ده كده، يعني نقلب الشباك نخلي الريش تحت مش فوق، عشان لما نيجي ندهن ما يسيلش مننا. هنبتدي ندهن، انا بس بحاول اوصل لكم في الفيديو، وكمان عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو يكون طويل. هندهن وش سينيتون عشان خاطر لو في اي حاجة من المية او من الشمس نكون احنا كده عزلنا، وعشان لما نيجي نسحب معجون الدهان ما يفرقعش معانا بعد ما نشطب الشباك. هندهن وش سينيتون وبعد كده هنسحب عليه المعجون. بعد ما الوش اللي احنا دهنينه ينشف هنبتدي نقلب الشباك عشان نجيب الظهر التاني. طبعا الريش بتاعت الشباك بتكون نازله لتحت، فاحنا لما نقلب الشباك هتكون طالعه لفوق، فاحنا هنشقلب الشباك الناحيه التانيه عشان نقدر ان احنا ندهن من غير ما السينيتون يسيل مننا او الدهان اللي احنا بندهنه يسيل مننا. برضو نفس الحكايه، هندهن وش السينيتون وهنستناه لحد ما ينشف وهنبتدي نسحب المعجون. وده يبقى شكل الشباك بعد ما السينيتون اللي احنا دهنينه نشف. طبعا احنا بندهن السينيتون في حالة اننا بنجدد النجارة، النجارة بتكون قديمة واحنا بنحتاج ان احنا نجددها، فبندهنها سينيتون قبل ما نسحب المعجون، او في حالة ان النجارة جديدة بس مركونة فترة فبندهنها سينيتون عشان خاطر الاتربة اللي بتكون موجودة عليها او الشحوم اللي بتكون موجودة عليها من عوامل الجو. لكن لو النجارة لسه جاية جديدة بنسحب عليها معجون من غير ما ندهنها سينيتون او اي مادة عزل، لان الخشب بيكون جاي جديد وبيقبل معانا معجون. هنبتدي نسحب معجون، وطريقة عمل معجون النجارة او الاخشاب هتلاقوها في صندوق الوصف. ولو انت اول مرة بتتفرج علينا ما تنساش تشترك في القناة، هتلاقي معلومات كتير تفيدك. اول حاجة هنعملها لو النجارة فيها حاجات متكسرة او الشباك فيه حاجات متكسرة، هنبتدي ان احنا نسحبها معجون الاول لوحدها، يعني هنسحبها معجون الاول وهنسيبها لحد ما تنشف لوحدها كده، حتة على قدها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بسحب معجون للحاجات اللي متكسرة بديها لوحدها سكينة واحدة كده، وبعد ما تنشف هبتدي اسحب الشباك كله معجون سكينة او سكينتين، وبعد كده هبتدي اشطب عليه. بعد ما المعجون اللي احنا لقطنا بيه الحاجات المتكسرة نشف، هنبتدي نسحب سكينتين معجون. طبعا في معجون بلاستيك بيتباع جاهز، ممكن انك انت تجيبه وتحط عليه شوية سينيتون وتقلبه وتشتغل بيه على النجارة عادي، مفيش اي مشكلة. وممكن انك انت تستخدم طريقة عمل المعجون اللي انا هسيبها لك في صندوق الوصف. هنبتدي نسحب سكينة معجون، هنسحب سكينة اولى وهنسحب سكينة تانية. هنديله سكينتين مظبوطين وبعد كده نصنفر، وبعد ما نصنفر الشباك هيبقى جاهز معانا على التشطيب. طبعا انت بتسحب اول سكينة وهتقلب الظهر من الناحية التانية وهتسحب سكينة معجون كمان. بعد ما تسحب سكينة المعجون بتاعت الظهر هتلاقي السكينة بتاعت المعجون اللي انت سحبتها في الوش نشفت، هتسحب عليها سكينة تانية، بعد كده هترجع ترد على الوش التاني سكينة معجون تانية.
وبعد ما المعجون ما نشف طبعا صنفرنا الشباك وادينا له وش سينيتون بطانة. من جوه احنا بطلنا الشباك لون سينيتون ابيض عادي، ومن بره هنديله وش بطانة على حسب اللون اللي انت هتدهنه. فاحنا هندهن الشباك دوت لون براون، فعشان كده بطلناه لون قريب من اللون البراون، ومن جوه بطلناه ابيض لان احنا هنشطب طبعا الشباك من جوه هيكون ابيض. فانت لو عايز تعمله اي لون تاني ممكن تدهنه تلون السينيتون، البطانه اللي انت هتبطنها تلونها لون قريب من اللون اللي انت هتبطن منه، عشان خاطر لما تيجي تدهن اللون التشطيب اللاكيه يظبط معاك من اول وش، وما تحتاجش انك انت تدهن وش تاني بعد كده، او لو عايز تدي وشين عادي مفيش اي مشكله. احنا هندهن اللون التشطيب ده لون تشطيب الشيش من بره باللون البراون. طبعا في الوان كتير ممكن انك انت تجيب اللاكيه الوان الاساسيه جاهزه، بس مش هتلاقي في الالوان الجاهزه بالنسبه للاكيه غير الالوان الاساسيه، يعني اللون اسود او لون بني او الالوان الاساسيه بس. لكن لو عايز انت تجيب اللاكيه ابيض وتدرب الالوان على ايدك، انا هسيب لك تركيب الالوان في صندوق الوصف، وهتلاقي برضو الوان كتير وينفع انك انت تدربها على اللاكيه. هتدهن وش لكيه تشطيب بالفرشة، وطبعا احنا عملنا كل ده في الشباك عشان خاطر ده الشباك كان متبهدل وكان متكسر كتير، فعشان كده معجننا كتير. طبعا لو انت الشباك عندك كويس وانت عايز تغير لونه بس هتدهنه على طول، يعني ممكن تصنفره لو هو مفيش تلقيطات كتير ومفيش تكسير، هتصنفره وهتديله وش لكيه باللون اللي انت تحبه، هتلاقيه ظبط معاك على طول. وده يبقى شكل الشباك بعد ما خلص من الوش والظهر. ولو في اي سؤال ابقى اكتبولي في تعليق وانا هرد عليك ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، وتحياتي للجميع.